بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أخرجه مسلم. قال أهل العلم: اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة للرجال والنساء إلا للحاج، يعني باستثناء الحاج لا يستحب له الصيام، لأنه يحتاج إلى قوة ليمارس عبادته بخشوع وانسجام. وقالوا: أما فيما يغفر من الذنوب بصيام يوم عرفة، هل هي كبائر الذنوب أم الصغائر؟ قال جمهور الفقهاء: المراد صغائر الذنوب دون الكبائر، قياسا على قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. أخرجه مسلم. وقال بعض العلماء: إن هذا لفظ عام وفضل الله أوسع لا يحجر، فيرجى أن يغفر الله له ذنوبه صغيرها وكبيرها. نسأل الله العظيم أن يعيننا على صيامه ما حيينا، والدال على الخير كفاعله، والحمد لله رب العالمين.